مش عارفة إذا بتوافقوني الرأي إن الاكتئاب هو مرض العصر، كبار صغار شباب وحتى الأطفال الكل بيعاني من الاكتئاب، يا إما مكتئبين يا إما بيعانوا من ضغوطات الحياة، لكن يمكن إحنا كأشخاص عاديين مش سهل نفرق ما بين الاكتئاب وضغوطات الحياة والكآبة، عشان هيك رح تكون ضيفتنا الأخصائية النفسية والمعالجة الأسرية لمى الصفدي نتحدث إحنا وياها عن الاكتئاب، لكن قبل هيك رح أشوف أنا وياكم تقرير مصور مع مجموعة من الشباب العربي سألناهم إذا كانوا عانوا من الاكتئاب ولو مرة واحدة بالعمر كيف تخلصوا منه وكيف أصلاً تم تشخيص الاكتئاب إذا عانوا منه. الستات عامة يعني برضو بيجيبوا الاكتئاب كتير. الاكتئاب ده مرض. الاكتئاب بيجي من ضغط العمل برضو، ضغط الشغل. حالة ممكن تيجي أي بني آدم معرض ليها يعني. الإنترنت اللي أنت عليه 24 ساعة وآراء الناس وتسمع لده وتسمع لده وتسمع لده. ده بيبقى تأثير خارجي على الشخص ده. متقال اللي بيبقى مكتئب ما بيبقاش حاسس أصلا. ممكن تبقى أسبابها كتير جدا، ممكن تبقى أسبابها فشل، ممكن تبقى يعني وفاة ناس عزيزة على البني آدم، ممكن تبقى هي دي الأسباب اللي تسبب المرض ده. أهلا فيكي لمى. أهلا فيكي. أهلا. صحيح كل الناس مكتئبين يا لمى؟ والله أي والله هالأيام كل الناس مكتئبة فعلا، يعني هي ظاهرة أصبحت منتشرة عند أغلب العالم، عندهم حالة خلينا نقول من الكآبة، لأن هلأ رح نفرق ما بين الكآبة والاكتئاب. أوكي. طيب بما أنه قلتي كل الناس مكتئبين يعني الحلقة إجت بوقتها. صحيح أكيد. عارفيني الاكتئاب بالضبط علمياً إيش هو والفرق بين الاكتئاب والكآبة والضغوطات النفسية وحتى حالات الحزن الشديد؟ صحيح، هذا هو الموضوع اللي أحياناً بيسبب لغط عند العالم، اللي هو أنه نحن نفرق ما بين أنه إذا عشنا حالة حزن هي ليست اكتئاب. كنا بنحزن، نتعرض لخسارات، وفاة أحد الأشخاص، فراق، مرض، فبنصاب بحالة مرض، بحالة حزن أو كآبة. ولكن إمتى بنقول أنه أنا شخص مصاب بالاكتئاب؟ إذا كانت عندي عدة أعراض، منها اضطرابات النوم اللي هي يا أما أنا بنام يوم أو يومين، ممكن نام ساعات طويلة أو ما بنام، يا أما فرط شهية للأكل بشكل مبالغ فيه يعني غير تقليدي بيستمر، أو تنفقد الشهية وبصير في حالة نحول، كآبة التفكير بالموت، مش أنه نفكر بأنه رح يجي الموت، لا، نفكر بأنه أنا قررت بأني أنا أستعجل الموت وصولاً إلى التفكير بالانتحار. الشعور بأنه كل الناس ظلمتني، كل الناس أنا بحالة عداء مع المجتمع والمحيطين فيي، فهي مجموعة من الأعراض أكيد بالإضافة إلى الحزن الشديد، حالات بكاء شديد، ولكن المفصل بالموضوع أن تستمر لمدة أكثر من أسبوعين. وإذا أنا حسيت لا قدر الله أنه أنا عندي كل هاي الأعراض، أنا مكتئب لا قدر الله، على طول من نفسي بتوجه للطبيب الاختصاصي أو المعالج النفسي، وكيف بيتم التشخيص لدى المختصين؟ هذا سؤال رائع. أولا أنا بقول للكل بعده عن جوجل، أنت بتعرفي جوجل في سؤال هو خاص لجوجل ويوتيوب. جوجل رح نروح عليه، ولكن هي الفكرة لما أنا عندي هاي الأعراض ما بفتحه بدور، يعني ما بدور لأنه ممكن هالشي يزيدني كآبة. اللي بسويه بأنه أنا لو حسيت عندي هاي الأعراض المفروض اولا بلجأ للعائله، يعني انا بروح للمقربين اللي بثق فيهم، ما زال في شويه ثقه، وبطرح عليهم بانه انا عندي هاي الاعراض، او العكس لو هم اجوا لعندي وقالوا لي انه انت عندك هاي الاعراض، تقبل الفكره نوعا ما، واكيد اللجوء لمختص لانه بهي الحاله المفروض يكون في علاج. بتعرفي انت شو مشكلتنا؟ مشكلتنا بانه الناس لحد الان غير مقتنعين انه الاكتئاب هو مرض، ولكن كل المنظمات الصحة العالمية والمعنية بالموضوع صنفت الاكتئاب هو مثل الضغط مدر السكر. هلا اذا انا ضغطي طالع او نازل بدي اروح لعند دكتور، اذا سكري مرتفع في تهديد بحياتي. فبالتالي هي رسالتنا اليوم بانه يا جماعة الاكتئاب هو مرض، هو مرض نتيجة اختلال كيميائية الدماغ، فالمفروض يكون في له علاج معين. معك حق، بس يمكن لما نحن ما بننكر في بعض الأحيان أنه العلاج لدى الطبيب النفسي أو المعالج النفسي نوعا ما مكلف. طبعا نوعا ما هو مكلف، شركات التأمين ما بتغطي بالإضافة لأنه أنا أجهل كوني ما عندي، يعني كلياتنا راح لطبيب باطنية وطبيب معدة، بس أنا بجهل لما راح أفوت عند الطبيب النفسي شو راح يصير. احكي لي عن ارتفاع كلفة العلاج، واحكي لي أيضا على روتين العلاج، كيف يبدأ وكيف يستمر وكيف ينتهي. الموضوع هذا بده حلقه منفصله نحكي يعني فيه على انه نحكي فيه على انه فعلا لماذا الطب النفسي مكلف لهذا الدرجه، واثنين ليه شركات التامين ترفض بانه هي تكون، لا تعتبره بانه هو داء، يعني انا مريض نفسي فانا بحال مثل اي عمليه جراحيه ممكن اتعرض لها. النقطه الثانيه انه ليش انا كيف راح الجا؟ هلا في بعض الاشخاص بيلجؤوا لطبيب الاعصاب وهو كمان صح، يعني مش شرط نروح نحن لعند طبيب نفسي، لان انت بتعرفي عندنا فوبيا
الطبيب النفسي هي بصراحة يعني احنا ما بدنا ننكر انه احنا عايشين بمجتمع شرقي بيحط علامة استفهام على المرأة او الرجل. يمكن كتير من مشاهير الحياة الاجتماعية والنجوم صاروا يعبروا ويقولوا فعلا انا لجأت لطبيب نفسي. انا استشرت طبيب نفسي. يمكن هذا خفف من احراج الناس. صح. وانت بتعرفي شو السبب؟ رجعي بذاكرتك لكل الافلام والمسلسلات اللي شفناها، دائما مستشفى الامراض النفسية مجانين وبينتفوا بشعرهم، الواقع مش هيك، والطبيب النفسي هو حتى هو مجنون، لازم يكون هاي الصورة النمطية عنه. فعملوا هاي العدم الوعي تجاه هذا الموضوع، مشان هيك يمكن حتى الدول الأوروبية تفوقت علينا شوي بهالمجال، لأن هن ما يعني عملوا الثقافة بهاي. نحن مرهونين بثقافة مجتمعية للأسف. فنحكي عن، أنت قلتي لي مراحل هاي، الطبيب النفسي أولا لازم هو يعمل مجموعة من الفحوصات والتمارين ليشخص الحالة، ليأكد بأنه فعلا أنا مريض نفسي، وإذا كانت تستدعي العلاج لازم شخص يأخذ علاج. وكثير من التجارب اللي أنا شفتها عن أشخاص تعالجوا أحيانا مدة 6 شهور 3 شهور وتجاوزوا الموضوع إذا كان الاكتئاب ببدايته. يعني الاكتئاب هو مثل أي مرض، يعني نحن حاليا لما شخص يصاب بالسرطان بنقول إذا هو في فرق ما بين يكتشف ببدايته أو بالمنتصف أو بمراحل متقدمة. حتى الاكتئاب هو نفس الشيء، في فرق كثير ما بين مراحل اكتشاف المرض. لما البعض بيقول انه الطبيب النفسي هو عباره عن شو؟ عن شيزلونج بتروحي بتتمددي وبتحكي كلمتين وبتفضفضي وبترجعي. طب فضفضي مع حدا ما صدق لك، رايك ايش؟ لا اكيد مختلف، لان انت بتعرفي لحد الان انا ما بضمن دوافع اي شخص ممكن انا اكون عم بحكي له. هلا انا ممكن عم بحكي لصديقتي، ولكن هي رايي اللي عم تعطيني اياه هو نابع من مأساتها شخصيه، فما رح يمثل لي الحقيقه اللي انا بعيشها. لا الطبيب هو مش مقعد ومريح، لا هي كمان تسويق لفكرة الأفلام اللي نحن بنشوفها والإعلام اللي هو أحيانا بيكون مشوه. لا الطبيب النفسي حاليا مجموعة من الأدوية ومجموعة من المتابعات اللي هي يعني دوز الأدوية بيعلى أو بيخف. يمكن هون بيجي الفرق بين المعالج النفسي وبين الطبيب النفسي. يمكن الطبيب النفسي مثل ما قلتي أكثر بيكتب أدوية، أكثر بيكتب أدوية، في حين المعالج النفسي يمكن بيفوت معك بقصص حياتك بشكل عام. صح، اللي هو نحن بنسميه العلاج السلوكي، اللي هو الأخصائي النفسي هو متخصص بالعلاج السلوكي. بالنسبة لي أنا ما فيني أكتب دواء لأنه هذا غير تخصصي، ولكن أنا فيني أستمع للمشكلة. وهون الأخصائي النفسي هي فكرته أنه هو يبدأ بالتغييرات السلوكية، يعني برجع للماضي للأحداث السيئة للصدمات وبيعالجها شوي شوي لنوصل للتغييرات بالحاضر. هلأ شوفي، هذا بيقودني مرة تانية لسؤالي عن اليوتيوب والجوجل. أنا بحترم كل التخصصات المهنية، مدربين التنمية البشرية، مختصات المعالجة السلوكية، كله طبعا ناس إذا كان عن علم وشهادات إلها مرجعية أنا معاها، لأنها بتكون مفيدة. وكلنا بحاجة مرات أني أنا لما أستشير ما أستشير فقط صديقة، أستشير شخص هو متخصص حتى يعطيني إجابة تفيدني لحياتي. ولكن ما نراه أحياناً من فيديوهات على اليوتيوب أو حتى مواقع على جوجل يمكن بتضلل الشخص المريض وليس بتاخذ بإيده نحو الحل. أنت شو رأيك فيما ينشر على مواقع الإنترنت؟ صحيح، أي شخص بغض النظر عن مصدر ثقافته أو دراسته في حالياً يعمل مدونة على جوجل، في ينشأ حساب، في يعمل قناة على اليوتيوب ويحكي اللي بده إياه. فبالتالي سهولة الوصول أدت إلى أنه مش كل المعلومات صحيحة، لا أكيد، وفي تسويق تجاري للموضوع. يعني فكرة لما شخص مثلا بياخد كورس مدته كم ساعة غير حياتك، ما رح تتغير حياته، هو ساعة وساعتين ما رح يعملوا فرق بحياته. ولكن نحن اللي منقوله بأنه بداية الطريق، يعني أي مشكلة اخط الخطوة الأولى، ابحث عن الحل. أنت مجرد ما بحثت عن الحل نص مشكلتك راحت. معك حق. فاصل قصير ونعود لمتابعة الحوار. Very beginning, struggle with the little things, but you usually just ignore them. أهلا بكم من جديد. لما إيه هي أنواع الشخصيات الأكثر ترشحا لأن تصاب بالاكتئاب؟ يعني مرات بيقولوا الشخص الرقيق المتربي. صحيح. زيادة عن اللزوم، اللي مش متعود على مواجهة ضغوطات متنوعة، يمكن يكون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. شو رأيك؟ صحيح، في مفهوم نحن بنقول عنه الحصانة النفسية. يعني كيف الحصانة النفسية؟ مثل الحصانة الجسدية، لما الواحد مثلا بيطهر بيته وبيكون كل شيء نظيف بالبيت حتى ما يمرضوا اللي فيه. الحصانة النفسية هي أنه يكون عندنا شخصيات قادرة على مقاومة الأشياء اللي متعرض لها. الأشخاص اللي ما بيمتلكوا حصانة نفسية هم اللي أي تجربة بتهزهم، أي تجربة ممكن بتخليهم عندهم خسارة، وفاة، فراق،
بتأثر فيهم ولكن تأثير. أنا ممكن أحزن أتأثر ولكن متابعة بعملي وحياتي وعندي إيمان برب العالمين القضاء والقدر. في أشخاص لو تعرضوا لنفس الموقف ممكن ينهاروا ويكتئبوا وينعزلوا بالبيت ويعتبروا بأنه كل الكرة الأرضية متآمرة عليهم. فهي هي الفرق ما بين شخصين. مين هن اللي بيتأثروا أكثر؟ هن الناس اللي بيتأثروا بآراء الآخرين. يعني بغض النظر عن الشخص اللي هو بيوصلهم الكلام، الأشخاص اللي هن بيكونوا، نحن مثل ما قلتي بيقولوا بيكونوا كتير طيبين، يعني الحياة بالنسبة لهم وردية، بس الحياة مش وردية، فيها الأبيض والأسود وفيها السيئين والمناح، فأكيد هن بيكونوا أكثر عرضة للتأثر. في دراسة بتقول إنه الناس اللي عاشوا طفولة كتير تعيسة، يعني الطفولة السيئة، تخيلي قد إيه أنا برجع بقول طفولة هي شخصيتكم كل الحياة. طيب هل ممكن الإنسان إذا شعر بالاكتئاب مثل ما قلتي، خلينا نلخص مرة تانية، وكان اكتئابه أو الأعراض اللي ذكرتيها استمرت معه 15 يوم أو أسبوعين وحس خلاص أنه أنا فتت بالاكتئاب، لو عرف عن دواء معين أخده أو حاول هو يتحدث مع حدا يرتاح له، ممكن يطلع من مشكلة الاكتئاب ولا لازم يروح للاختصاصي؟ حاليا يمنع صرف الادويه اللي هي مضادات الاكتئاب الا من طبيب مختص باغلب الدول. هلا في البعض بتبرع وبعطيكي بقول لك خدي هالحبتين. لا اكيد لا، لانه هو برضو اصلا غلط. طبعا غلط، لانه هو اولا حتى يعني قبل ما يعطي ادويه الاكتئاب بده يساله اذا عنده هو امراض قلب امراض جسديه، لانه في ادويه ما بيصير تاخذ مع دواء. هاي نصيحه كمان اليوم بانه ما نروح ناخذ لاي ادويه، لازم الدواء يكون من طبيب. بعدين ادويه الاكتئاب لها عيارات، في انواع يعني حسب شده الحاله، ما بصير تنصحيني بحب الدواء ممكن ما بتناسب حالتي لأنه أنا ببداية الاكتئاب، لازم أخذ شيء عيارات، يعني خلينا نقول مثل مضادات الالتهاب لما نكون مرضاني، مش كل مضاد التهاب بيعالج الحالة الجسدية اللي عندي. نرجع نقول لا، لازم مختص. وإذا المختص كتب دواء، هل هذا الدواء يستمر على مدى العمر أم مرحلة وتنتهي؟ دائما الطبيب بيقول بأنه هذا دواء هو مرحلي، يعني ممكن يكون أول شيء بتوقع شهر شهرين ثلاث شهور الأطباء بوصفوا هاي الأدوية وتستمر وتجدد، لأنه حتى تخيلي قد ايه هو الموضوع، لأنه في إدمان على الأدوية. حتى وزارة الصحة حاليا تمنع صرف الدواء إلا لمدة 15 يوم، أنا بحكي عن دولة الإمارات. يمكن هلأ رح نشوف أعلى معدلات الإصابة بالاكتئاب في المنطقة العربية، وبتتفاجئي أنه معدلات الاكتئاب في المنطقة العربية عالية في بلاد تتمتع بوفرة اقتصادية. وهذا بيقودني لسؤال، هل فعلاً الحياة الحديثة الاستهلاكية أثرت على بعض الناس من ذوي الدخل المرتفع بحيث أنهم يصابوا أكثر بمعدلات الاكتئاب مثل ما عم بنشوف حوالينا؟ صحيح. أنت بتعرفي شو اللي بيخليني أنا أتحمل مصاعب اليوم وكل شيء ممكن مر فيه؟ هو الأمل ببكرة، واثنين الأمل بإرادة رب العالمين بكل شيء عم بيصير معنا بحياتنا. ولكن تخيلي مثلا عملوا دراسة بالسويد بأنه ليش نسب الانتحار كانت مرتفعة، أغلب الناس قالوا بأنه ما ضل عندنا هموم لبكرة نفكر فيها، عندي تأمين طبي، عندي تقاعد، راتبي مكفيني، أموري أوكي، ما عندي شيء أحلم فيه لبكرة، ما عندي هم. فمشان هيك يمكن هذا شوي مرتبط بفكرة الناس اللي ما عندهم شيء يفكروا فيه لبكرة. أو الأمل، يعني الأمل أنا بيوم تاني، تخيلي بأنه هاي دراسة سووها على سيدات أصبنا بسرطان الثدي، شو أول كلمة قالوها بعد ما تشافوا؟ قالوا بطلنا مكتئبات. النعم اللي ذكرتيها قبل شوي فائضة على ناس كتير والحمد لله، ومن لا يشكر يعني الله ما بيدوم عليه النعمة، بالشكر تدوم النعم. هذه النعم يتم استعراضها زي ما أنت شايفة على السوشيال ميديا بطريقة زيادة مبالغ فيها. أوكي، هلأ لا أعفي نفسي ولا الآخرين، كلنا نشارك أجزاء من حياتنا، ويمكن اللي بنعتبره نحن كتير بسيط وشو يعني وعند كل الناس، هو بالنسبة لناس تانيين شيء كتير كبير وبيطمحوا له. وجبة الطعام أحيانا ممكن تشكل فرق. أبدعتي. والبعض للأسف يستعرض حياته بطريقة مستفزة، البذخ الزائد، السفر المستمر، الطيارات الخاصة وما إلى ذلك. برأيك قديش الاستعراض الكبير على السوشيال ميديا من قبل بعض المشاهير أثر على الناس المتابعين؟ جدا أثر، جدا جدا جدا، لأنه أنت بتعرفي بأنه نحن حاليا هي حياتنا سوشيال ميديا، الناس كلها عايشة ببيت واحد، بتلاقي الأب والأم كل واحد بس على موقع هو متابع الناس. الشعور لما أنا مثلا اليوم تعرضت لمشكلة مادية وأنا ظروف المادية سيئة، بفتح السوشيال ميديا فبشوف كل الناس عم تلبس وعم تشتري ومطاعم وسفرات، هذا الشيء رح يزيدني كآبة. هلأ ما رح أعرف بأنه أغلب الناس ممكن لابسين بالأجار عم يعملوا دعايات، أو مسافرين هن بأماكن كمان عم يعملوا دعاية لحساب، أو هن أشخاص تعساء، لأن أنت بتعرفي ما في حدا فينا حط صورة له على إنستغرام هو عم يبكي،
ولا حدا فينا يحط صورة هو مثلا مريض، بس كنا نحط صورنا ونحن بأحلى مثل ما بقولوا حلة، ما حدا بيعرف شو اللي جواتنا يعني، غير يمكن رب العالمين هو فقط الشاهد على اللي منفكر فيه بداخلنا. طيب لما من خلال حديثك هلأ حكينا عن الرجل والمرأة، في رأيك مين يصاب بالاكتئاب أكثر، الرجل أم المرأة، وفي أي مرحلة عمرية؟ الرجال يقال بأن يصابون أكثر، ولكن المرأة تلجأ إلى الطبيب أكثر. تمام. يعني النساء يذهبن إلى الطبيب وممكن يبدأن بمساعدة أنفسهم أكثر من الرجل. الرجل كتير في عنده خطوط حمراء حتى يأخذ هذا القرار، وانت بتعرفي كونه هو يعني لازم يكون بطل، هو ما بيصير له شيء الرجال والمجتمع والعائله وزوجته شو بدهم يحكوا عني، او يعني الكل بيكون. وبالاضافه انت بتعرفي حتى القانون، تخيلي القانون يظلم، لانه حاليا اذا كان في زوجين رح ينفصلوا، اذا اثبت بانه فيها احد فيهم ممكن ياخذوا دليل ضده. انت بتزور طبيب نفسي وعندك مشاكل نفسيه غير مؤهل تكون عندك حضانه للاطفال، يعني في كثير بتكون اشياء ممكن تخوفنا. طب هل بتشوفي انه المرأة بفترة سن الأمل يعني قبل الخمسين بشوي بعد الخمسين بشوي، فترة انقطاع الطمث مثل ما بتعرفي، ممكن تكون التغيرات اللي عم بتصير حواليها، نظرة الناس وإصرارهم على انه انت كبرتي خلاص يلا انت كبرتي، هذا ممكن يؤدي للاكتئاب؟ طبعا هلأ من عوامل الاكتئاب الأساسية الهرمونات، لأن هي حالة جسدية، فلما المرأة تكون الهرمونات عندها مضطربة، مثلا عندنا اكتئاب ما بعد الولادة من أخطر أنواع الاكتئاب اللي بتعرض له المرأة. خلينا نحكي عنه شوي. اكتئاب ما بعد الولادة هو اكتئاب رسمي تنصافي المرأة نتيجة في خربطة بكيميائية الدماغ والهرمونات نتيجة ما بعد الولادة، ممكن تصل أنه تقتل جنينها وهي بكامل. يعني أنا شفت أم مرة قتلت طفلين محاولتين للحمل وقتلتهم عن طريق بانه هي مثلا اتكأت عليهم اثناء النوم فمات. هلا هي بحاله وعي وغير وعي، يعني اليوم اي سيده هي ما بعد الولاده وبتعاني من اكتئاب وحست حالها بانه فعلا سيطر علي، انا ببكي ساعات طويله، حاسه هذا الطفل عبء، عندي شعور احيانا بتراودني افكار سوداويه بدي اتخلص منه، روحي دكتور. يمكن هو دائما اللجوء للطبيب والمختص يمكن بيأثر علينا مشوار طويل ملوش لزوم. وبعمر اللي خلينا نقول سن الأمل، لهيك حاليا في عنا ثورة عالم التجميل، كل السيدات صاروا يحسوا حالهم ما بدي أوصل لهالسن، فبعندهم حالة الرعب، فلا خليني أنا أعمل كل شيء لحتى ما أوصل لحتى ما أسمع حتى لو كان مبالغ فيه. مع أنه أنت بتعرفي بأنه يمكن أجمل السيدات هي بتكون بهالعمر وأكثر العطاء، يعني أنت من مسيرة حياتك بتحسي حالياً أنا بالنسبة إلي أنا نضجت، أنا صرت أفهم العالم صح، قراراتي أصح، شايف الحياة هلأ أحلى بكتير من سنين العمر اللي مرت. أنا دايماً عم بحكي مع أنه ما وصلنا يعني لهذا العمر بس أنه قربنا أنه يعني يا ريت الحياة تبدأ مرة تانية بس بهذا النضج وبهذا الفهم وبهاي القدرة على اتخاذ القرارات. صح، كنا وصلنا على حالنا كتير يمكن أخطاء. مزبوط، صحيح. فاصل قصير ونعود. Depression creeps upon you quietly. At the very beginning you struggle with the little things but you usually choose to ignore them. It's like a headache. You tell yourself it's temporary and it'll pass. It's just another bad day. But it's not. You're stuck in this state of mind. You get used to putting on a social mask and you continue to live among other people. اهلا فيكم من جديد. لما حكيتي عن اكتئاب ما بعد الولاده وهذا بيقودني للظاهره الجديده اكتئاب الاطفال. صحيح. يعني شو قصه اكتئاب الاطفال؟ هل فعلا ممكن الولد يكتئب؟ وهل أكيد. هناك علاقه بين الايباد والموبايلات والحياه برضو العصريه للاولاد وبين الاكتئاب؟ صحيح. هلا في دراسات كثير عم تربط بين انه ممكن اذا الام او الاب عندهم اكتئاب شديد مراحل المستمره ممكن الاطفال يكون عندهم اكتئاب، وفي دراسات بيقول بأنه هو تغيير بكيميائية الدماغ ممكن يصير عند الأطفال فممكن يكتئب الطفل، أو إذا كانت حالة نفسية أحيانا ممكن يكون مثلا في أطفال عندهم حيوانات كتير بحبوها، وفاة هذا الحيوان أو فقدانه، التغيير من بيئة لبيئة. يعني أنا شفت طفلة مثلا كانوا عايشين بمدينة وانسلخت فجأة لمدينة تانية اكتئب، يعني صاب الطفل اكتئاب وظلت فترة. ولكن أنا دائما بنصح بأنه حالات الاكتئاب عند الأطفال لا تروحوا للدواء. تخيلي مثلا هاي كطفلة يمكن هي مثال للأهل ما بيقتنعوا أنه أشياء بسيطة بتأثر بالطفل. هي مثلا بالمدينة كانت عايش فيها هي مدينة هادئة، وصلت لمدينة كبيرة أصوات وهي، فبتشوف السيارات شكلها مضخم، فهي لما وصلنا لمرحلة تصالحت مع فكرة السيارات الكتيرة بالشارع حبت المدينة. طيب قد ايه بتحسي أنه يعني بهالحياة الجديدة الحياة المادية
الأب من أول النهار لآخر النهار مش بالبيت، يدوب بيشوف أولاده خلال الويك أند، الأم كمان من جامعة لطلعة لصبحية لزيارات بدها تثبت حالها موجودة ومعزومة بكل الإيفنتات، هذا أكيد عمل شرخ بين الأهل وبين الأولاد. هل الطفل اللي بيعيش حياة أسرية بهاي النوعية ممكن يكون أكثر عرضة للاكتئاب؟ طبعا، لأنه نحن كيف فينا نكتشف أن ابني مكتئب كأخصائية نفسية؟ أولا بطلب منه يرسم. رسومات الأطفال هي اللاوعي عندهم هو اللي بيشتغل. فبتشوفي الطفل لما بيرسم بينسى حاله، فاللاوعي عنده ببلش هو يطلع بهاي الرسمة. هدول الأطفال تخيلي بيرسموا مثلا الأب بآخر الصفحة والأم بآخر الصفحة وأحجامهم جدا قليلة، وهو كبير ووحيد وعامل وجه حزين، فبيعبر عقده هو مثلا فاقدهم. طيب لما، هل بتحسي انه ممارسه الحياه الصحيه، الرياضه، المشي في الهواء الطلق، حتى مرات البوكسينج طبعاً، يعني ممكن يفرغ الطاقه والكبت؟ صح. هلا حاليا في رجوع كثير قوي لشيء اسمه، حتى رجعنا ندور عن الطاقه الايجابيه وعن الرياضه وتاثيرها، لانه فعلا هي والحياه الطبيعيه طبعا هي يعني متنفس. حتى ويقال بانه السجود، يعني تخيلي نحن سجودنا بصلاتنا هاي لمسنا للارض والرجوع، هو بحد ذاته ممكن يكون تفريغ لطاقه سلبيه. هو بصراحه في دراسات علميه جديده عم بتاكد انه السجود لمس الارض أرض. صح. وحاله اللي هي الهدوء، يعني نحن السكينه لما انا بنفصل عن كل شيء وبحس باني حاليا انا مش مجرد بانه هو واجب، في علاقة بيني وبين رب العالمين، هي لحالها هي بتعطي مثل كأنه تفريغ للشحنة السلبية. كلها هاي الحلول رائعة. بداية الاكتئاب نحن فينا فعلا نخلص أنفسنا منها. وفي نصيحة أنا حابة وجهها، إذا أنت كان عندي مكتئب بالبيت، يعني مثلا أنا مدام سالي لاحظت أنه لا سمح الله حدا من أفراد عائلتي مكتئب، شو لازم أعمل؟ يعني يمكن رسالتنا اليوم ما توصلنا المكتئب، لأنه الشخص اللي بيكون بدرجات من الاكتئاب الشديد حتى ما رح هو ينتبه أنه أنا مكتئب، ولا رح يروح يعالج حاله. ولكن كأهل وفاميلي لازم 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 بأنه أنا لو وكان في شخص بالعائلة ما أتركه، لازم أنا أخذه، لازم يكون عندي كل الأساليب لحتى أقنعه يروح لعند طبيب، ولو ساءت الحلول حتى لو بالقوة هذا الشخص، لأنه للأسف في كتير حالات وصلت للانتحار. طيب هل هناك حالات من الاكتئاب الشديد لا تعالج وتحتاج مصحات نفسية للأبد؟ هي الحالة هي يعني يقال بأنه هاي الحالات أنا ما شاهدتها بحياتي، ولكن يقال بأنه حالات اللي هي يعني اجت مترادفة، اضطرابات نفسية مع اكتئاب. أنت بتعرفي في اضطرابات متعددة اللي هو ثنائي القطب، كثير من اضطرابات نفسية أحيانا ما تجي مع بعضها هاي الاضطرابات النفسية، وبكون عوامل مجتمعية مرادفة. ممكن حالات الاكتئاب الشديد اللي هو لازم يضل تحت الدواء، يعني دواء مدى الحياة. أكيد في عندك رسالة بدك توجهيها للناس اللي عانوا من الاكتئاب لفترات طويلة، سواء راحوا لمعالج نفسي أو لا، واللي باستمرار بياخذوا الأدوية. يعني هي رسالة اليوم لأشخاص عندهم الأعراض اللي حكينا عنه، بالإضافة لوجع في الظهر، الكتف، التنميل، أحيانا صداع مستمر، هيك أيضا ممكن تكون أعراض مرادفة للاكتئاب. يعني هو عنده أعراض نفسية، ولأنه الأعراض النفسية بالاكتئاب تترافق بأعراض جسدية، فهي كثير من الأشخاص ما عندهم اتخاذ القرار بأنه أنا لازم روح لعند دكتور. النقطة الثانية هي رسالتنا للأشخاص بطريقة أخذ الدواء، بأنه لا تكونوا متساهلين بالموضوع، الدواء لازم يكون وفق الطبيب. في أشخاص ارتاحوا يومين وقفوا الدواء، لا، هيك رح تكون الانتكاسة أصعب. أيضا لما الطبيب هو نفسه بيشوف الحالة تحسنت، المفروض يكون في تخفيف تدريجي، مش أنا تحسنت فاليوم خلص ما رح أخذ دواء. والله يبعد الاكتئاب عن كل الناس يا رب. الأخصائية النفسية لما الصفدي، شكرا جزيلا. شكرا لك، وشكر كبير مدام ساري، أنت من الأشخاص المحاورات بمهارة، لأنه مش كل شخص يتقن ثقافة الحوار. شكرا.